أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من تقرير لصحيفة المدى تقول فيه: يرجح أن لا يتمكن العراق من تأجيل الشروط الأمريكية المفروضة على تحويلات الدولار إلى الخارج في وقت اعترف فيه رئيس الوزراء لأول مرة بحدوث عملية تغريب للخارج، ويفترض أن يزور وفد عراقي رفيع واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الدولار، فيما بدأت الإدارة الجديدة للبنك المركزي بمنح ما يقرب من 1 مليون شخص أجنبي يعمل في العراق الدولار، إضافة إلى تبسيط متطلبات الحصول على العملة الصعبة، وارتفعت بذلك مبيعات البنك المركزي من الدولار إلى ما فوق 100 مليون دولار، فيما كانت المبيعات في الأيام الماضية قد سجلت أقل من 25 مليون دولار يوميا مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار يوميا العام الماضي. نتابع. يقول مصدر سياسي مطلع في حديث للمدى إن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على وقف تهريب الدولار، وقد لا ترضى بتأجيل يوم واحد على تطبيق الشروط التي فرضتها. وبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي قبل أكثر من شهر بإنشاء منصة إلكترونية داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة التحويلات الخارجية وتدقيق فواتير الاستيراد. وبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه على الرغم من تطبيق المنصة ودخول نحو 20 مصرفاً أهلياً من أصل أكثر من 80 مصرفاً، إلا أن بعض المصارف استمرت في عمليات التهريب لكن المنصة اكتشفتها. ويحاول العراق بحسب المصدر أن يؤجل العمل بالمنصة الجديدة عدة أشهر على الأقل لشهر حزيران المقبل. ويضيف: العراق يتذرع بأن الدخول في المنصة يتطلب الحصول على أجهزة متطورة وتدريب كوادر على تلك الأجهزة، وهو يحتاج لبعض الوقت. أفاد تقرير أمريكي بأن أداء الحكومة العراقية خلال 100 يوم الماضية لم يكن مرضياً، مشيراً إلى خططها على المستوى الاقتصادي بأنها غير مقنعة، داعياً المجتمع الدولي للضغط من أجل تنفيذ الالتزام بإجراء الانتخابات المبكرة. تناول تقرير معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن تقييماً لفترة 100 يوم الأولى من حكومة العراق الجديدة، مشيراً إلى أنها قد تركت في المدة الماضية خلال توليها المسؤولية مؤشرات للتحذير لما قد تشهده البلاد مستقبلاً. وذكر التقرير أن الحكومة ورغم أنها ما تزال في أيامها المبكرة، فإن أفعالها قد ضلت كثيراً عن الوعود التي أطلقها السوداني قبل توليه المنصب، ونتج عنها تراجع في اقتصاد وأمن وسيادة وحقوق إنسان العراق. وأشار إلى أن الحكومة خلال 100 يوم الأولى قدمت مصالح مناصريها على مصالح العامة. نتابع. بعد مرور أسابيع فقط اتضح أن مساندي رئيس الحكومة الرئيسيين زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري غير مهتمين بإقامة انتخابات مبكرة، وإنهما مصران على البقاء في السلطة والإبقاء على الحكومة الحالية لدورة 4 سنوات كاملة. ولفت إلى أن الحكومة استمرت على نهج الإضرار بالاقتصاد كما هو معتاد بالاعتماد على عوائد النفط بشكل قياسي، مولدة خلال الأشهر الأخيرة شبكات محسوبية ثابتة نتج عنها قطاع عام مترهل ومتضخم أكثر. وأردف التقرير أن الحكومة الجديدة بدلاً من ذلك تخطط لزيادة الإنفاق المستمر على مرتبات القطاع العام لعام 2023 بمقدار 20 تريليون دينار، 13.71 مليار دولار إضافية. وأكد أن الأموال ستستخدم لتعيين 66,000 خريج جديد ووضع 360,000 عامل مؤقت آخر في سلم الرواتب. نشرت مجلة إيكونومست تقريراً مطولاً أعدته ويندل ستيفنسون، قالت فيه إن الآباء في لبنان يتركون أبنائهم في مراكز الأيتام، فالوضع صعب جداً
نظرا لعدم قدرتهم على دفع أجرة الحافلة. وبدأت الكاتبة بالحديث مع حسين قصار الذي يعيش مع زوجته في بلدة قصيرة، في بلدة صغيرة مكونة من 15 عائلة في شمال لبنان، وقال إن أهل القرية كانوا يعتبرونه غني البلد، حيث بنى بيتا وساعد والده وإخوته، ولكنه يحتاج المساعدة اليوم. نتابع. حسب البنك الدولي، فالناتج المحلي العام للفرد في لبنان انخفض من 7700 دولار عام 2010 إلى 4100 دولار في 2021، ولم تعد الدولة قادرة على العمل ولا تستطيع توفير المياه الصحية والطاقة الكهربائية، وتعاني مستشفيات الدولة من نقص الأدوية والطواقم الطبية من أطباء وممرضين، والذين غادروا البلاد بأعداد كبيرة، وأنفق اللبنانيون ما لديهم من أموال وباعوا الأشياء الثمينة، ولا يستطيعون الآن الاعتماد على مساعدة العائلة والأصدقاء، ويزوج الآباء بناتهم قبل البلوغ في سن 13 إلى 14 عاماً للتخلص من فم بحاجة للطعام، في وقت زادت فيه معدلات الطلاق، وهناك نساء تركن أزواجهن العاطلين عن العمل وعدن للعيش مع عائلاتهن، وهناك الكثير من العائلات التي تغامر بعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وكأن كل هذه المشاكل ليست كافية، فقد انتشرت الكوليرا بالمنطقة، وفي الأسبوع الذي زارت فيه الكاتبة الميتم سجلت مئات الحالات التي أدخلت المستشفى. وتحت عنوان إيران تصدعات حدودية، كتب مصطفى فحص مقالا نشرته صحيفة الشرق الأوسط، جاء فيه من جديد عادة السردية الإيرانية إلى اتهام المعارضة الكردية بالتواطؤ مع أعداء إيران والتآمر ضد النظام، حيث اتهمت وسائل إعلام حكومية المعارضة في كردستان العراق بالتورط في إدخال المعدات المستخدمة في هجوم أصفهان، وذلك بأمر من جهاز أمني خارجي في المقلب الآخر من الحدود المتصدعة. فقد سبق هجوم أصفهان بساعات اعتداء مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، والذي أدى إلى مقتل مسؤول أمني في السفارة وجرح اثنين آخرين. ويضيف الكاتب، تزداد تصدعات النظام الحدودية والتي ستترك تداعيات داخلية ستفتح المجال لتأثيرات خارجية، فالنظام الذي يعلم من يقف خلف هجوم أصفهان وهجمات أخرى خطيرة لم يقم بأي إجراء عسكري ضده، وهو منذ سنوات يحتفظ بحق الرد. نتابع. موقف الإعلام الرسمي الإيراني فيه تأكيد شبه رسمي بأن المسيرات التي نفذت الهجمات ضد منشآت عسكرية في مدينة أصفهان ليلة السبت الفائت انطلقت من داخل إيران ولم تأتي من خارج الحدود، ما يعني وفقاً لهذا التصريح أن الأجهزة الأمنية الخارجية المتورطة في الهجوم باتت تملك قدرة كبيرة على الحركة في الداخل الإيراني، وهي تصل بسهولة إلى أهدافها، وهذا يكشف حجم الاختراقات الاستخباراتية داخل إيران من جهة، ومن جهة أخرى يكشف عن عجز الأجهزة الأمنية الإيرانية في محاربتها. بالعودة إلى الاتهام، فإن الخاصرة الكردية المعارضة المتصلة بكردستان العراق تشكل مخرجاً يخفف من حرج النظام الإيراني وأجهزته الأمنية في الرد مباشرة على المنفذين الفعليين للهجوم، كما أن اتهام المعارضة الكردية باستخدام الأراضي العراقية كردستان العراق يعفي إيران من اتهام أي دولة أخرى محاذية لحدودها غير العراق بالتواطؤ ضدها، لأنه سيحملها أعباء سياسية واقتصادية وأمنية مكلفة. حذر كاتب صحفي ألماني من خروج الحرب الروسية في أوكرانيا عن السيطرة وامتدادها غربا نحو أوروبا، مقللا من في الوقت نفسه من أهمية الدعم الغربي المقدم للجيش الأوكراني لا سيما الدبابات، مؤكداً أنها لن تغير المعادلة، واستدعى روجر مويز في مقال
نشرته صحيفة التايمز فصولاً وأحداثاً مهمة من حقبة الحرب الباردة، قائلاً إن الكابوس الأكبر خلال الحرب الباردة كان أن لا تسحق جيوش الدبابات الروسية العملاقة جيرانها المباشرين فحسب، بل أن تكتسح أيضاً سهول شمالي ألمانيا وتخنق المدن الغربية كهامبورغ وتحتجزها رهائن، مما أربك كل حساباتنا حول سلم تصعيد حذر. وأضاف أن نسخة جديدة من هذا الكابوس تلوح في الأفق متسائلاً هل ستخرج الحرب عن نطاق السيطرة؟ نتابع. أن الحقيقة هي أنه حتى إذا أوفى الغرب بوعده بتزويد ما مجموعه 200 دبابة أو أكثر بحلول الربيع، فستظل أوكرانيا هي الأضعف ولن تتغير قواعد اللعبة إلا إذا كنت تؤمن بالمفعول السحري، أي أن التكنولوجيا الفائقة والدقة والقوة النارية لدبابات أبرامز وليوبارد وتشالنجر لن يكون لها مفعول سحري ولن تحطم الروح المعنوية الروسية في خط المواجهة. قال روجر: إذا بقي بوتين لاعباً عقلانياً فإن تصعيده لن يشمل استخدام أسلحة نووية تكتيكية، فقد يؤدي ذلك إلى المخاطرة بتحطيم اتفاقه مع الصين، وسيؤدي إلى تبديد دعم أو تسامح دول عدم الانحياز مثل الهند. الحرب إذا تعثرت فإنها تتحول إلى صراع يستمر لبقية العقد ويؤدي إلى بلقنة أجزاء كاملة من وسط أوروبا مع تصعيد غير نووي لا هوادة فيه وخطير بشكل متزايد يدفع المستثمرين إلى الخروج من القارة ويترك الناتو مرتبكاً ومنهكاً بدلاً من إعادة تنشيطه. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل، وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. على ضفاف نهر النيل بمنطقة الجريف شرقي العاصمة الخرطوم تجد الكماين، والذي يطلق على الورش التقليدية لصناعة الطوب الأحمر، ويعود تاريخ هذه الصناعة بشكلها الحالي إلى الحقبة التي كانت فيها البلاد جزءا من الدولة العثمانية ما بين عامي 1821 إلى 1885، حيث بقيت منتعشة بعد ذلك كواحدة من أعمدة البناء في هذا البلد. وضمن خطوات مرهقة يبدأ العمل في الكماين بعجن الطمع بعد خلطه بروث البهائم، ثم صبه على معاول حديدية تعطي الواحدة منها الشكل المستطيل للطوبة الواحدة.
بعدها ينشر الطوب في مساحات واسعة مكشوفة تحت الشمس لكي يجف، قبل البدء برصه على مساحة تقدر بنحو 20 مترا مربعا مع ارتفاع قد يزيد على 10 أمتار، يطلق على الواحد منها اسم كمينة. افتتاح مسجد الحميدية للصلاة بعد انقطاع 70 عاما. أعيد افتتاح مسجد الحميدية في بلدة توراتيج بمنطقة الكورة شمالية لبنان بعد انقطاع الصلاة فيه أكثر من 70 عاما، بفضل جهود الترميم التي قامت بها الوكالة التركية للتنسيق والتعاون تيكا. وحضر حفل الافتتاح مفتي طرابلس والشمال اللبناني محمد طارق إمام ومنسقه تيكا في بيروت أنور غيز وحشد من المسؤولين المحليين والمواطنين. وعن إعادة افتتاح المسجد التاريخي قال غيز لوكالة الأناضول: تم ترميم مسجد الحميدية الذي بني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني من خلال الحفاظ على هندسته المعمارية الحجرية الأصلية. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.